موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح، لأنه قال ادعو إلى سبيل ربك. وقولك بالحكمة أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، فالدعوة لا بد أن تقوم على علم، ولا تقوم دعوة أبدا على جهل. والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، يعني يبين له ما في الأوامر التي أمر الله بها من المصالح، ويبين له الأضرار التي في المعاصي وما نهينا عنه، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، يعني ذكر الثواب للطائعين والعقوبة للعاصين، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق أو كان داعية إلى الباطل فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، يعني يبين له الباطل الذي هو عليه. يقول: وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. يعني ليس يقصد من المجادلة أن يكون هو الغالب، وإنما يقصد بيان الحق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، علم السبب الذي أداه إلى الضلال، وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه عليها. وهو أعلم بالمهتدين، علم أنهم يصلحون للهداية فهداهم، ثم من عليهم فاجتباهم. وقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم. وهذا فيه إباحة العدل والندب للفضل والإحسان، لأنه قال إن عاقبتم ولئن صبرتم، أي عن المعاقبة، وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين، خير من الاستيفاء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة، كما قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على دعوة الخلق
والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي هو الذي يعينك عليه ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم تر منهم قبولا لدعوتك، فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا، ولا تك في ضيق أي شدة حرج مما يمكرون، فإن مكرهم عائد إليهم، وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه وتوفيقه وتسديده. والمتقون هم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. يقول: والإحسان إلى الخلق، يعني أحسنوا في عبادة الله، وأحسنوا إلى الخلق يعني من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. نقول: وفي الآيات فوائد، أولها الأمر بالدعوة إلى الله، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له، فأمتنا أمة دعوة، وهذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي التي جعلتها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفيها أيضا بيان بعض آداب الداعي إلى الله، أن تكون أولا الدعوة إلى الله، إلى سبيله، إلى دينه، إلى صراطه، ليس الدعوة لأشخاص ولا أفراد، وإنما هي دعوة إلى شرعه، إلى الكتاب والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة الذي فهمهم هو الفهم المستقيم المعصوم. وأيضا من آداب الدعوة الحكمة، وهي وضع كل أمر في محله، فهناك بعض الأحوال تحتاج إلى شدة فيشتد الداعي، والأصل الرفق والرحمة والشفقة على الناس وإرادة الخير بهم. أيضا الموعظة الحسنة، وذلك بتعلم آي الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن الأسلوب مع الناس والرفق بهم قدر المستطاع، لأن ذلك هو الأصل، إلا في بعض الأحوال التي يحتاج البعض فيها كما ذكرنا إلى بعض الإغلاظ على الداعي إن كان يؤدي إلى المصلحة. وجادلهم بالتي هي أحسن، على الداعي أيضا أن يتعلم كيف يكون الجدال، كيف يكون بالتي هي أحسن، ليس المقصود أن يغلب من أمامه، وليس المقصود أن يصل إلى مصلحة دنيوية عاجلة أو غير ذلك، بل الغرض من ذلك هدايته. ليست الدعوة تكون بالسباب والشتائم وغير ذلك كما يفعل بعض الناس، وإنما هي دعوة بالتي هي أحسن. ثم في قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إثبات علم الله عز وجل، فهو يعلم من يستحق الهداية فيهديه، وهو أعلم من يستحق الضلال فيضله، وهو العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هذه دعوة إلى العدل، أن الإنسان لا يجوز له أن يتعدى، بل يأخذ ما جعل له الشرع وما أحقه له الشرع. ثم فيها الندب إلى الصبر، لأنه إذا عفا وصبر هذا خير له وأفضل له في الدنيا والآخرة. واصبر وما صبرك إلا بالله، بيان المعين للإنسان على الصبر، وهو أن يستعين بالله على الصبر، أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يستلهم منه ذلك. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فإذا بذل الداعية ما في وسعه فلا داعي للحزن ولا أن يكون في ضيق وهم وكرب، وإن كانوا يفعلون ما يفعلون من المكر، فالآية لم تنفي مكرهم بل أثبتته، وإنما نفت الحزن والضيق الذي يصيب الداعية. لا تحزن عليهم على من ضل منهم طالما بذلت السبب في دعوته إذا دعوتهم ولم يستجيبوا، ولا تك في ضيق في شدة وحرج مما يمكرون، فالله عز وجل يعصمك ويحفظك. والعصمة على قدر البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،
وفي الآية الأخرى والله يعصمك من الناس، وأيضا التمكين في الأرض على قدر العمل الصالح كما في الآيات. ثم في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المعية معية خاصة، الله عز وجل مع خلقه جميعا بالعلم والاطلاع والإحاطة والسمع والبصر، وهذه لجميع الخلق وهو معكم أينما كنتم. وهناك معية خاصة مذكورة في هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا، أي بالنصر والحفظ والتأييد والكفاية والرعاية وغير ذلك من المعاني العظيمة. وإنما يصل الإنسان إلى هذه المعية بتحصيل وتحقيق تقوى الله والإحسان في عبادته، والإحسان يشمل إحسان فيما بينه وبين الله وإحسان فيما بينه وبين الناس. يقول تم تفسير سورة النحل ولله الحمد والمنة، يبدأ غدا إن شاء الله تفسير سورة الإسراء، وقبلها مقدمة تعريفية بمواضيع هذه السورة المباركة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.